أهل البدع مختلفون، إذا كانوا كفر أهل البدع الكفرية فإنه لا يصلى خلف، مثل الرافضة والإباضية والخوارج وعباد القبور الأوثان، لتعرف أن هذا يعبد الوثن يعبد القبر ويتقرب إليه ويستغيث أو يدعو إلى ذلك ويحسنه، هذا لا يصلى خلفه لأن الصلاة خلفه باطلة. وإن اضطر المرء لصلاة خلفه لغرض شرعي يريده من الدعوة في هذا المكان أو الموعظة فإنه يعيد الصلاة. والنوع الثاني من البدع، البدع العملية التي لا تصل إلى الكفر، فهذا يفرق فيها ما بين الإمام الراتب وغيره، ما تترك الجماعة والمسجد لأجل البدع العملية، لكن إن كان هناك قدرة لاستبداله بصاحب سنة فهذا هو الواجب، أو كان هناك مسجد سنة يصلى فيه، لكن إن لم يوجد إلا إمام بدعة من البدع العملية التي لا تصل إلى البدع المغلظة الكفرية فهذا يصلى خلفه وبدعته عليه عند عدم الاختيار، أما إذا وجد مسجد آخر فيصلي فيه أو كان يقدم صاحب سنة لا بأس، فهذا هو المتعين أنه يقدم صاحب السنة. أما إذا كان إمام مسجد مع مسجد مرتب وما يمكن إزالته فإنها لا تترك الجماعة لأجل ذلك. صلاة خلف الفاسق صحيح ما فيها بأس، طبعا على التفصيل، يعني قصدك الإمام المرتب الفاسق، بس ما يوجد صالح ويقدم فاسق أو من عليه ظهور علامات المعصية، أما كان هذا فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أم القوم أفضلهم دينا وعلما، أما إذا كان مرتب أصلا في مسجد فما تترك الصلاة خلفه لأجل أن عليه علامات الفسق، الفسق يعني فعل الكبيرة، مجاهرة في الكبيرة أو معروف عنه بإتيان كبائر، أو عليه علامات المعصية من بعض الصغائر ونحو ذلك.